سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها عليكم أو المواضيع اللي أنتم تردون تحجون بها للمشاركة بالبرنامج. أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يدزلنا رسالة على رقم المخصص للواتساب حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. رسالة واتساب أتمنى تكون متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي دزها ومن وين. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف الاعتقالات والاعتداءات اللي جاي تصير بحق المواطنين والمتظاهرين والناشطين بمحافظة واسط من قبل القوات الحكومية. فجر الإهمال الحكومي للأزمات اللي ديعاني منها العراقيين موجة جديدة من الاحتجاجات الغاضبة والمناهضة لهاي الأحزاب والكتل والحكومات بجنوب العراق، وشهدت محافظة واسط تظاهرات احتجاجات واسعة على انهيار الخدمات قبل أن تواجه القوات الحكومية هاي التظاهرات بالحديد والنار. حملة اعتقالات واسعة شنتها بمنطقة الفلاحية بالكوت طالت المتظاهرين. قوة من قيادة شرطة واسط داهمت واعتقلت متظاهرين، نفذت اعتداءات ما مبررة على شباب مسالمين عزل. كل اللي سووه وكل التهم اللي هم سووها انهم طالبوا بابسط حقوق منطقتهم، وصل حد الاعتداء الى الضرب حتى على المستطرقين بالشارع بدون اي سبب. هذا اللي وثقته لنا كاميرات المراقبه بمحافظه واسط، خلونا نشوف. مثل ما لاحظتم مشاهدينا الكرام، واحد واقف بباب البيت، جندي فات او شرطي اي كائن من يكون، بلش يضرب ولحقه جوا للبيت، لا هو دا يمشي بمظاهره، لا هو دا يعيط، لا هو دا يسوي شيء، لا هو دا يسوي اي مخالفه، كل اللي سواه هو واقف. طاب طلعه من جوا، هذا الفيديو اللي يبين لكم كميه اللي دا يصير اتجاه المواطن. ما اكتفت القوات الحكوميه باللي صار هنا بواسطة بهاي الأفعال، وصل بها الحال أنه داهم منازل، وهذا اللي صار لمنزل أحمد جمعة المتظاهر في الكوت اللي داهموه فجر اليوم على خلفية مشاركته بتظاهرة قدام مكتب ميليشيا حزب الله بواسط، ومطالباتهم بإغلاق هذا المكتب اللي يتهم بتنفيذ عمليات تصفية ضد ناشطين. خلونا نشوف شلون داهمت القوة منزل هذا المتظاهر. شباب شباب المكافحة طرقوا بيتنا، شباب المكافحة طرقوا بيتنا. هاي مو مكافحة، ذولا حرامية. يعني في كل بلدان العالم الشرطة لما تنفذ طبعا بأمر قضائي المفروض، فلهالسبب لما الشرطة تروح على بيت تريد تلقي القبض على واحد جوا أو تفتشه تروح بحيل صدر، لأن شاير له أمر صحيح، وتطب تفتش باحترام وتدخل للبيت باحترام. أما إذا هم متأكدين في باقي بلدان العالم اللي تحترم نفسها، أنا ما أحكي عن العراق، إذا هم متأكدين هذا البيت يحيوي واحد مسوي جريمة أو يهدد أمن المواطنين أو الأمن القومي مالتهم، يخلعون الباب ويطبون. أما الجماعة يمنى يجيبون لهم واحد لابس تراك سوت يشلبح على السياج ويعبر حتى يفتح لهم الباب من جوا، شغل مال حرامية. يعني هسه ضابط الشرطة لما يطب كلية الشرطة يتعلم يشلبح على الحياطين، لو يتسلق بواري مال مجاري، لو شلون يصعد على عواميد الكهرباء حتى يصعد، لو تعلموه اذا اكو بالبيت نبقه شلون يختار الجذع الزين حتى يصعد فوقه دا يطب يداهم. شنو الموضوع؟ نبقى بواسط. هذا اللي اظهرته صور التقطتها هم انا كاميرات المراقبه، اعتداء قوه من شرطه واسط على المواطن اللي دا يعتدوا عليه اسمه مهدي حسين عطير، اللي يملك محل بيع المواد الاحتياطيه بالحي الصناعي الجديد بحي الشهداء. قامت مفرزة
للشرطة مكونة من 6 عناصر بدون أمر قضائي، بدون أي شيء صادر من المحكمة، لا من استئناف واسط ولا من بداءة واسط ولا محكمة جرائم هناك، يعتقلون من قبل هاي القوة بقوة السلاح وعلى ذمة التحقيق بناء على دعوة باطلة كونه من المطالبين بحق محافظته. خلونا نشوف. يعني أنا السؤال اللي أطرحه هنا، هم يعرفون كلش زين إنه شعب مرايدهم، ويعرفون كلش زين إنه شعب مراضي عليهم، ويعرفون كلش زين إنه شعب كشفهم، ويعرفون كلش زين إنه شعب بعد ما عنده ثقة بيهم، لا هم ولا بالشرطة ولا بالقضاء ولا بالدفاع المدني ولا بالجيش ولا بأي واحد، لأن ذولا اللي هم حماة الوطن، اللي هم حماة المواطن، دي يصيرون هم حماة للسياسيين ضد المواطن. مواطن طلع والظاهر في بلد القانون يكفل حرية التعبير، ليش تعتقله؟ مواطن طلع وقال أريد حقي، أريد مي، اللي هو أبسط شيء المفروض أنت توفره بدون ما يطالب. هو ما جاء عليك ويقول لك أنا راتبي لازم تطيني من حصة النفط 7000 دولار بالشهر، ولا جاء عليك يقول لك أنا لازم تطيني حصتي من النفط وأكون أغنى بلد بالعالم، ولا جاء عليك ويقول لك أنا أريد كل غرفة بالبيت سبلت، ولا جاء عليك ويقول لك أنا ما أريد أشتغل وخدم وحشم يكونوا عندي بالبيت لأنه أنا من أغنى البلدان. لا، يقول لك أريد مي، أريد كهرباء، أريد شوارع، أريد معاملات من الطب الدائرة، ما أتعب، هن حقوقه اللي هن أبسط شيء وأنتوا إيش تتعاملون وياه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك سلام العبدلي يقول لي نفرض هذا المواطن هو معتدي على الشرطة، المفروض يعتقلوه بصورة حضارية. أم العشتار يقول وين الحكومة ما تشوف جاي يصير الناس على باب شغلهم يجون يعتدون عليهم، المواطن ينضرب بهالطريقة الوحشية. نور الهدى قحطان تقول الله لا يوفقهم، وين القانون بأي حق يضربوه، وهو دا يدافع على باب رزقه ومشايل أي شي بيده حتى يقولون هو تعدى علينا مثلا وضربنا، أصلا ماكو رجولة 5 مدري 6 على 1. الله أكبر. أبو ناصر العويسي يقول الشرطة ضد الشعب، وهذا استهتار بحق المواطن مهما كان موقفه. دروح وجيبوا أنور زهير أبو 4 تريليون وينه لو على الفقير حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. أقصد هو أو عفوا أبو ناصر يقصد نور زهير أبو سرقة القرن اللي طلع لنا محمد الشيعة السوداني وحاط لنا كم كوم مال دنانير ويقول هاي اللي باقي نور زهير. بس وين نور زهير؟ ما حد يدله وين. وين اللي قبله باق؟ ما حد يدله وين. وين محافظ البصرة السابق اللي انهزم؟ ما حد يدله وين. وين وزير التربية السابق؟ ما حد يدله وين. وين وزير الداخلية السابق أو وزير الكهرباء السابق أو المسؤول الفلاني السابق أو اللي اختلس هلقد أو اللي باق هلقد؟ ما حد يدلهم وين. بس مواطن يطلع ويقول أريد كهرباء ومي ونعيش براحة ونخلص من التعب والضيم؟ لا، هذا كلنا ندله وين؟ بالناصرية، بسجن الحوت. أبو علي من البصرة حياك الله. أبو علي من البصرة انقطع الاتصال وياه، إذا تريد شيء يرجع لنا أخوي أبو علي. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم سادة فهل، وياك أبو عمر تشرين من الناصرية. والنعم منك حمي. ومن أهالي الناصرية وكل شباب تشرين، حياك الله أبو عمر. على راسي. طبعاً إحنا مشكلة هي يعني وإحنا داخلين بهم يعني اللي طالب على الماء يطالب على عيشته تروحون يجرونها من بيته. بيا دولها يعني أنا جاي طالب على حقوقي، على حقوق الإنسان. أكو حقوق إنسان خليطوني إياها صورة صحيحة يطلعها للشعب دولة. يعني من أطالب، أنا أطالب المحافظة، أطالب البلدية، أطالب قائم مقامية، يعني هيك على مود يعني يطالب البشر، يطالب بحقه. تجون تاخذوني هاي حكومتي ايش عمي، يعني هاي عندكم انتوا عندكم سواه، وهاي مو قصتي، هاي مو قصتي طالبوا بحقه. لان يعني الولد تشريني وطلع يعني ضد الميليشيات، فهاي الميليشيات جاي يسويها. استهدفت سمعني معني اسمعك ابو عمر. اتحداهم على جابوا واحد فاسد وبايك،
اتحداهم اتحداهم هاي صار كم سنه اتحداهم كلهم يعرفون كلهم موجودين يلا ولا وخلي يسمعوني لا خوفتهن والله العظيم قسما عظما لا خوفته ولا المالك يبواك بس خذ علي بواك خلي يسمعوني بعد ما بيها مجال يلا الفياض ويا بواك يا هو يا هو بعد يا هم ذول من الشات هم ذول حراميه نعم. انت ليش ما ليش ما تجيب ذوله ليش ما تجيب ذوله جيب ذوله ليش تجيب اللي يطلع على وطنه ذول ذول مو وطنيين انت مو وطني هم وياهم قالوا لا وانت تشتغل كلهم هم يشتغلون ذول تحت المالك قالوا لا هو جاي وشك المالكي عم شكم بيه شويه خذوا خذوا عيب عليكم والله عيب عليكم والله خذيتونه قالوا لا والله العظيم خذيتونه وحطمتوا الشعب العراقي يعني حطمتوا بهمه خطيه ليش الله يقبلها محمد يقبلها الجرجرون بالعالم وين القضاه يا قضاه يا فايق جيدان يا ابو فايق جيدان كلهم ذولا ذيوله ولا والله مو مؤسس مو محاكم اصلا ولا قضاه ذولا والله العظيم على بشو خلي يسمعوني هم قالوا لا والله بعد ما بطوب نعم شكرا شكرا لك ابو عمر. ام محمد من محافظه الانبار حياك الله. هلا بك يا ابو. هلا بيك يوم يا ابو. انا من اهل الانبار. والنعم. عندي وليد واحد. نعم. ويطبون علينا زي اسود. زين. وقتلوني وضربوني بالرشاشه بالاخماس وانجلطت. زين. واخدم ابني وهاي صار له 5 سنين بالسجن بالمطار. زين. وظليت حايره وعندي جهاله 4 ومرته واني الان اللي انجلطت وما حد وام على شو اسمه ولا حول ولا قوه عندي راتب الرعايه 100,000 هذا النبيد من احضن واودي الطبيب وانا هل انجلطت. طيب عندك العافيه ان شاء الله. ام محمد انت قلتي قبل 5 سنوات اخذوه، ما عرفتي التهمه اللي توجهت الى شنو؟ يعني على اي اساس اجوا اخذوا ابنك من يمك؟ تهمه بالطابه. زين. مشاجره بالطابه وجم علي وهو كان ببغداد يشتغل سيراميك بالمنصوره، اخذ عماره ويشتغل بيها وجم علي. يعني ام محمد سؤال هو كان طالع يلعب طوبة ويا أصدقائه صارت مشاجرة باللعبة جوي شالوا ابنك 5 سنوات؟ عمامة ولد عمامة بالطوبة وصارت مشاجرة وحط روحه وأخذ. طيب اللي تشاجروا ويا أخذوهم لو بس ابنك؟ اي أخذوهم وهداهم وهو كله بمبي. تمام. والله تمام. وظلت حيرت بدنياي يا بابا بس حريم نريد الندلي. تمام. وصلت رسالتك ان شاء الله يسمعوك ام محمد، شكرا جزيلا لك. بس انا اريد اسال سؤال، يعني بدايه شنو هالولده العمومه هاي اللي يشتكون على ابن عمه بمشاجره بلعبه طوبه؟ كنا شباب ونطلع نلعب ونفتر ونرجع، وتصير مشاحنات بين الاصدقاء، وتصير كونه بين واحد وصاحبه، بس عمرها ما وصلت شرطه ومحاكم وسجن. بعدين مشاجرة 5 سنوات بسجن المطار، شن هالمشاجرة هاي؟ شنو رايحين ضحية المشاجرة 70 واحد قتيل وثمانين واحد جريح وثلاثين واحد من عندهم حالة حرجة؟ واحد يفهمنا شنو اللي دا يصير بالعراق؟ يعني أم محمد اللي حكى، نرجع إلى أبو عمر من الناصرية واللي يقول القضاء مو قضاء، لما نقول روح جيبوا لي الحرامية الكبار مو يعني تسلطون على الناس. لكن انت قلت ما اعرف ذولا شنو اخويا ابو عمر، فاقد الشيء لا يعطيه. الكتل السياسيه والاحزاب هم فاقدين الحريه، فاقدين الكرامه امام اسيادهم، لان اسيادهم يامروهم واسيادهم يطلبون منهم وهم عليهم فقط التنفيذ. فهو لما يكون فاقد الحريه امام اسياده اللي دين له بالولاء، فشلون تتوقع يعطي الحريه الى ابناء الشعب العراقي؟ هاي نقطه لازم نخليها بالبال. بوسط غلاء المعيشه، بوسط الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تعانيها أغلب العوائل العراقية، تبرز عندنا معاناة الأرامل والنساء اللي فقدن المعيل جراء محدودية رواتب الرعاية الاجتماعية اللي إذا حصلتها واللي أصلاً ما تكفي إعالة أسرهن وسد متطلبات المعيشة اليومية. إضافة
المعاناة خلال استحصال رواتب الرعاية والقروض المالية اللي يقدرون يقدمون عليها على راتب الرعاية الاجتماعية نتيجة المعرقلات الإدارية اللي تفرضها دوائر الرعاية الاجتماعية اللي إلهن أحقية، إضافة على المعاملة السيئة اللي تتلقاها النسوة لما يراجع عن هاي الدوائر، واللي توصل بهواية من الأحيان إلى حد الإهانة. هذا اللي صار بدائرة رعاية الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد لما رفع منتسب بالقوات الحكومية صوته على مراجعات دائرة الرعاية الاجتماعية وقال لهم بالحرف الواحد: إذا مشيت شان اليوم أنا أطلع ناقص. هذا هو يحكمون وإلكم الحكم لوين وصل حجم الإهانة والتعامل بهاي الدوائر. خلونا نشوف. أنا مشيت شان اليوم أنا أطلع ناقص. قبل ما نحكي على الفيديو هذا قلوا لي الضابط مزين حفر صلوات على محمد، هاي أول مخالفة هو مسويها. المخالفة الثانية: دائرة الرعاية الاجتماعية دائرة مدنية تتبع إلى الدولة، ضابط بالحشد أو بالجيش أو بالشرطة شو يسوي بداخل الدائرة؟ وليش هو اللي يتحكم؟ رقم ثلاثة: شنو دوره للأخ اللي يقعد يتحكم بمصير الناس؟ رقم أربعة: إذا كانت هاي المخالفات رسمية والدولة فعلياً حاطة هذا الضابط أو الجندي مسؤول عن هذا المركز، مركز الرعاية الاجتماعية بالكاظمية، فأحب أقول لك حبيب قلبي أنت موظف يم ذولة أصحاب الحق، فأنت غصباً ما عليك تمشي معاملاتهم وتمشي مراجعاتهم وتسمع من عندهم أسئلتهم وتجاوب عليها بدون ما تتعامل هاي المعاملة السيئة. وهذا الفيديو يسقط حكومات لو كان بدولة تحترم نفسها، بس مع الأسف. نطلع من بغداد نروح إلى ذي قار. ذي قار احتجوا عشرات المواطنين اللي هم مراجعي الدوائر الحكومية على سوء الخدمات اللي تقدمها لهم هاي الدوائر وعدم إنجازهم إلى معاملاتهم، وصفوها بأنه هي تشتغل على إذلال المراجعين، وانتقدوا السلطات الحكومية فشلها بتطوير البنى التحتية بهواية من التفاصيل بهواية من الأقسام بالعراق. تفاصيل أكثر راح تبين لكم اللقطات اللي تبين حجم المعاناة لمراجعين دائرة الرعاية الاجتماعية بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار واللي طالبوا به المراجعون. خلونا نشوف. بالشمس يا هل يقبل أبوه تشي يا هل يقبل أبوه تشي قاعد بالشمس. والسلام عليكم. جدد الصلاه رأي شريحة، شريحة الرعاية الاجتماعية، رأي رسالة إلى السيد أحمد الأسد وزير الرعاية الاجتماعية. تعال شوف المطالب مالته، يا مسؤول يقبل بهاي المطالب؟ توفير قاعدة انتظار، يعني شنو هي لو كرفان مثلا إلا مثلا هاي الشياب توقف الطالب، الطالب قيمة قاعد قاعد كرفان. ترى عيب، عيب على كل النواب ذي قار، عيب على المسؤولين، عيب على وزارة ما تقدر توفر لها كرفان. وزارة يعني ما تقدر توفر لها كرفان. تعال شوفوا المديرية، مديرية وسخة وسخة، هي تقول كلمة وسخة. تعال شوفوا الوسخ اللي فيها، يعني يا المسؤول، يعني معقولة لا محافظ دخل لها، لا وزير دخل لها، لا نائب دخل لها، الطب الثاني طاف تدخل الخارجي، يعني شنو قصده النواب؟ النواب اللي هسه حاليا كل من والله ما اطلع لك راتبك الا دوره جايه تنتخبني، على اي اساس هذه؟ انت شو نائب؟ شلون؟ يا مال الناخب، انت هو يا مال الناخب، يلا اعطيك راتبك، يلا اطلع لك شنو والله؟ انتكارت مالتك، انت نائب غصبا على راسك، وجودك بالبرلمان تشريع قوانين من اجل هاي الناس الفقراء. والله خطية مطالبهم كلش صعبة، يعني ما تقدر تتنفذ بالعراق لما يطالبون أنه توفير قاعة، تنظيف المديرية، زيادة عدد الموظفين بالقسم، يخلوا لهم موظف يرشد الناس يا أبا وين الروح. أنت تخيل شايب
عمره 70 سنة طاب لك لا يقرأ ولا يكتب فرضا ورا زيادة الأمية، وطب إلى دائرة الرعاية الاجتماعية وما يعرف وين يطي وجهه. إذا ما وجهته صح هذا راح يسبب لك خلل بالعمل، فهو غصبا ما عليك توفر ريسبشن استعلامات، حتى المطارات العالمية المستشفيات كل دوائر الدنيا أكو استعلامات بالباب من الطب، السلام عليكم يابا أنا أرد فلاشي وين أروح، يابا عندي فلان شغلة وين أروح. وهاي كانت متبعة بالعراق، بس في ظل حكومات الديمقراطية والاحتلال وحكومات الإطار هذا حال العراق. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من فيسبوك إياد الصافي يقول أغلب دوائر الدولة قذرة بكل شيء خصوصا بالتعامل ويا الناس. رسل الفياض اي والله شبعونا ذل ورجعنا، صهرتنا الشمس ناس معاقين وعجزة بالشمس والحرارة ويفترشون الأرض مع الأسف. أحمد الأسدي بدرجة حرارة 51% وقاعد المعاق من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشمس جريمة والله. تحسين الناصري هاي دائرة الإهانة الاجتماعية ذل المعاقين والعجزة والكبار بالسن تحت ظل حرارة الشمس الله أكبر عليكم. وفي بلدان العالم باص النقل باص المواصلات أكو مكان خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وأكو مكان خاص لكبار السن وأكو مكان خاص للمرأة الحامل أو الطفل أو اللي شايلة طفل رضيع. وإحنا دائرة رعاية اجتماعية هي همها محدودي الدخل، المعاقين، الأرامل، الأيتام، يعني منو؟ يعني التعبان، بس هم يتعبوا أكثر. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ أفل طلعت هاي المقطع بالبداية، طلعت هذول الشرطة المتسببين يضربون هذا المواطن. نعم. هذا المواطن يقرأ عليه السلام، هذا يقرأ عليه السلام، هاي الدعوة مالته موجودة هسه ماكو. نعم. بس يحطون عدد التاريخ ويدخلون صادر ووالد ويروح ينسي هذا. نعم. هذا ينسي. وهاي بالرعاية الاجتماعية من طالع هذا مزين حفر. هاي بيا وقت. يعني هذا عسكر ويمثل دولة؟ نعم. يعني خلص قبل يعني نرجع قبل 2003 الجندي روم زي ماله بسيط بس يمثل دولة برا بالخارج الدول البرا مثل العراق مثل العراق العظيم ويقولهم أنا ناقص إذا نجي ولكن تحل جانتك حلس السامع ما قال جانا ما راح ناقص علي جانتك هاي ما راح ناقص وأنت تقول القضاة والقضاة هذا العزيز أنا العد احتياط عندي دعوة وعندي شهود ثلاثة. نعم. شهود ثلاثة ما يرضى تحكي مع القاضي. البعض القاضي ايش يقول لي؟ يقول لي روح جيب شهود 40 ثالثة سمع، يعني أنا وياي شاف بعينه وسمع بإذنه ما يقبل بي القاضي. يجينا حجيب الشاهد سمع ثالثة وين تخش حكي؟ نعم. وثلاث شهود ما يقبل بيهم، يعني شلون بتقول لي شلون يعني شلون ترهم هاي؟ وين راح من؟ بيا قانون وبيا وقت بيا شرع بيا دين بيا عرف. إذا أكو فساد ثم القضاء فساد. أستاذ العزيز القضاء ما ينجس من القاضي غير المحامي، لأن أنا أقول لك الأسود يسووا أبيض والأزرق يسووا أسود. المتهم بريء والبريء متهم. هاي صارت بعد عراقنا. لأن عتخم ناس ذيول ناس ذيول وهذول عشوف هذول الشرطة والحشد وغيرها هذول ذيول للذيول. ذيول لذيول الأكبر من عندهم. نعم. في سبيل يساندوهم في سبيل يظلون تحسين على الكراسي بس أرجع وأقول السبب الشعب العراقي، الشعب العراقي ما يقوم على هيك ناس قذرة جابهم برايمر ونعلت الله على الرايمر وجابوا برايمر. نعم. يعني هو من يجي يقول لك والله أنا كنت أجاهد، وين كنت تجاهد أنت؟ ما يقول لي وين كنت تجاهد؟ نعم. كان تسوي انقلاب أنت بداخل الوقت اللي كنت تقول عندي يسموه عندي 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 شعبيه وعندي عندي وعندي حزب، يعني انت سامعاني دي 500 حزب بالعراق. نعم. 500 حزب هاي امريكا الشبر، امريكا الشبر ترى حزبين تحكمها، حزبين تحكمها، واحنا يجي 400 ل 500 حزب. نعم. هاي الميزان اللي شفت فيه. نعم. هذا النفط بس الهموم ما يشفي حبيبي. نعم. النفط مال العراق بس الهموم ما يشفيهم. زين هاي يمتى نفط من هذا احنا ما رجع القذره. نعم. ينتبه نخوص من القذرة خاطر محمد ويرجع ويقول لك وأكو مع احترامات لك كثير قنوات تتابع يرجع يقول لك
يرجع الماضي. صدام صدام يا بعمي هسه صدام راح، انت تحكي من اللي كاف الجاي صار بينا المغيدين وين راحوا؟ صحيح الناس اللي تعتقل عتروح على دم بارد وناس تضرب مليارات. انت ما تقول رعايه اجتماعيه، رعايه اجتماعيه للناس البسطاء، للناس المعوقين، للناس المحتاجين، للارمله، للفقير، للشلعه. كذي اكو ناس من يجي يستلم رعايه مالته من المكاتب راكب ارقى سياره، وتلقيه هو ياخذ رعايه ومسجل بعقد على دائره، يعني ياخذ راس كيف مع لاعب ياخذ. يعني يصير يعني تمام ما قادر بودره مال رواتب، يعني شكل بودره مال رواتب لو على ناس وناس. القانون يمشي على ناس وناس. يا عمي ما في شيء. العالم بدعه من الراحه شوف. وانت مو تقول قوات امنيه، العالم كرهتهم. نعم. لان مع الطرف والتصرف صحيح. وقابل العالم ماكو. انا الاحتياط قابل من يصير طق عليهم ماكو والله القاعده ما القاعده العالم كلها تفزع وياهم. هسه العالم قام يقول لك انا شوف الشرطه اللي بعد قدامي امشي واخليه مليت كالبي. نعم. يعني الشرطه ما سوى فرد كيفين. نعم. واني ممنون منك. شكرا أكثر. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. المشكله اللي تصير بالعراق اليوم انه احنا لما نتكلم على قضيه المواطن والكتل السياسيه، بدايه ابو عبد الله، الولايات المتحده الامريكيه بها من 8 الى 10 احزاب، لكن الحزبين الرئيسيات اللي هم الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، واللي واحد من عندهم شعار الفيل والثاني شعار الحمار. لكن احنا مو قضيتنا قضية تعدد الاحزاب، ولا قضيتنا قضية الحزب الواحد، ولا قضيتنا قضية انه من اللي يحكم. احنا قضيتنا شنو ايديولوجية الانسان اللي قاعد يحكم بهذا البلد. انت كعراقي همك ان يجي شخص عراقي مهما كانت ايديولوجيته، مهما كانت التبعية السياسية مالته، مهما كانت فكرة السياسي اللي هو ماخذه كمرجع له، لكن يكون عراقي بالأساس، يكون عراقي لدرجة أنه يحافظ على العراق أكثر شيء، وحبه للبلد أن يعطي حقوقه للناس. الناس كانت تنتقد الحكومات في زمن الملكية. نوري سعيد اللي حكم البلد 14 مرة في زمن الملكية. نوري سعيد هو رئيس وزراء العراق، واللي انتفض عليه الشعب العراقي وسبه، وثاني يوم مدحه بسبب معاهدة. أثبتوا ذولا، واللي العالم كانوا يقولون عليه عميل للإنجليز، أثبتوا اللي يحكمون البلد هسه أنه أكثر وطنية من كل اللي جايين يحكمون من 2003 لليوم، لأن كان هم البلد. واللي ورا وهواية ناس. احنا همنا سيجي واحد قلبه على العراق، قلبه على الناس، قلبه على المواطنين، يرجع المي، ينطي حقوق الناس، يوقف التدخل الخارجي، هاكو شي مريض بعد. انتقدوا هواية من المسافرين طبيعة الخدمات اللي موجودة بداخل مطار بغداد وخارجه، طالبوا توفير خدمات تليق بالمسافرين على خطوط النقل والضيوف. وما يمر اسبوع الا ونتطرق بحديثنا عن سوء خدمات الناقل الوطني ومطار بغداد هنا ببرنامج صوتكم، بسبب الشكاوى الهوايه اللي يرصدها العراقيين واهمال الحكومه وغياب الرقابه عن العمل هناك. اخر ما رصدتها كاميرات المسافرين واللي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو تعطل الجيت، اي البوابه رقم 35 بمطار بغداد الدولي، واللي تسبب بتفاقم معاناه المسافرين على الرحلات الاجنبيه والعراقيه. وقعدوا الناس ينتظرون المهندسين بشركة بلادي للطيران حتى يصلحون الباب شطل، وراها يرجع يعطل مرت اللخ. هذا كله دا يصير شوكت لما المكيفات بصالة باب للانتظار، وهي مشكلة ثانية بالمطار عاطلة عن العمل. خلونا نشوف. هاي المسافرين دا ينتظرون الطيران حتى يفتح الباب، لأن شركة بلادي للطيران ما تسوي صيانة وامورها تعبانه، والباسنجر بريدج بوردنج لحد الان واقف. خلي تفضل استاذ مهدي هنا للمطار على مود يصلح الالتزامات اللي عليه وخلصنا من البذله هاي. هذا اللي كل فتره وفتره يطلع لنا فيديو جديد.
فيديو واحد راكب الأوروبا ينزل بالنجف، فيديو ثاني طائرة من البصرة لبغداد ماكو تبريد بالطيارة، فيديو ثالث التبريد عاطل بالطيارة والناس حابسيهم بالطيارة، فيديو رابع بالنجف طيارة تابعة الخطوط الجوية الإيرانية ملاغين الرحلة ونزلوهم من الطيارة وما حد يدري إنه ملغي الرحلة. أدري شلون لغت الرحلة وشلون عبروا البوردينج وشلون حصلوا تيكتات وشلون نطوا جنطهم وشلون ركبوا على طيارة وهي الرحلة ملغية، ما دا أفتهم. تاتي خو ما تاتي، باص مال مصلحة طالع من العلاوي للبال معظم وعطل بنص الطريق، ما حد يفتهم شنو الموضوع. المسافرين يشتكون أيضا من الخطوط الجوية وسوء خدماتها، عفوا مو بس يشتكون من الخطوط الجوية العراقية وخدماتها والمطار وبس، لا تشمل شكواهم شركات النقل الخاصة، شركات النقل الجوي، منها شركة فلاي بغداد اللي تتبع عمار الحكيم مثل ما تأكد مصادر مطلعة. صور بينت الحالة المأساوي لمعتمرين خلال إغلاق التكييف المركزي بوحدة من الطائرات التابعة إلى أسطول فلاي بغداد وانتظارهم فترة طويلة بالمطار قبل إقلاع الطائرة، واللي سبب لهم معاناة كبيرة بمشهد صار يتكرر هواية بدون مساءلة لهاي الشركة. خلونا نشوف. عالم الفينجيت هاي شركة طيران فلاي دبي داي خلنا ساعة يهفون بالمطار رايحين للعمرة، شوفوا العالم لا تهفوا. عنا وينكم عمي؟ شغل شغل هاي بالطيارة يوم 18/8/2023 صارنا ساعة بالطائرة ولا تبريد ولا شيء. عارف مو بشر؟ صارنا ساعة وربع بالطيارة والعالم كلها قامت بلي تبريد وافية. العالم كلها تبكي. واحد يلزمني ابو فلاي بغداد، عيني عمار الحكيم سلام عليكم، اريد اقول لك شغله واحده. اذا واحد مريض اكزيما بالدم مثلا واللي الطبيب يقول له ممنوع ترفع درجه حرارتك عن درجه معينه وركب بطيارتك هاي وصار عنده طفح بجسمه وقام ينضح دم ومات، منو يتساءل؟ انتو ده هو اللي انه ركب وياكم. هذا مو اول فيديو عن تكييف عاطل الى طيران فلاي بغداد اللي هو أصلاً سيء، ما بين تأخر، ما بين إلغاء رحلات، ما بين عدم التزام بالمواعيد، ما بين عدم التزام بالسلامة، ما بين عدم التزام بكل قوانين السلامة الجوية. هذا مو أول فيديو، بس العتب مو عليكم، العتب على وزير النقل، والعتب على هيئة الطيران، والعتب على رئاسة الوزراء، والعتب على البرلمان، والعتب على كل جهة تملك الحق أنه تراقبكم وتحاسبكم وساكتة. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك حسين الشايب يقول فلاي بغداد لازم تخرج من الخدمة لأن كلش تعبانة وفضيحة. هيثم نبيل هاي شلون الشركة مخليها لحد هسه إذا أبسط حقوق المسافر ما موفرتها. ومصطفى المعروف أتعس شركة مجربة كلش من ناحية الفشل، اللي يريد يصير عنده سكر أو ضغط يروح وياهم. قاسم الشويلية هاي صورة حقيقية ناطقة عن مستوى الحكومات في العراق وإلى أي وضع وصل الشعب في كل المجالات. كانت هاي تعليقات الناس حول هذه المواضيع. وحاليا من نينوى يونس، حياك الله يا يونس. يونس انقطع الاتصال وياه. أبو علي من الناصرية حياك الله. عفوا من أي من الناس؟ الله يسعدك. شلونك سال؟ هلا بيك يا غالي. شلونك؟ الله يخليك والله يخلي هذا داعي ومثلنا زين الضارة الله يخليه الله يرحم والده مات والله يخليكم انتم الله يساعدكم زين بالخارج. حياك الله اخوي. وسلم على اهلنا بالخارج زين المظلومين، الله يساعدهم ان شاء الله. ندعي لكم بالصلاة ان شاء الله. سلمة. ان شاء الله. شوف ان شاء الله 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 ان شاء الله يزيحهم ذولا ويعذبهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ويختم على قلوبهم ولا يشعرون بعذاب الله. يعني حتى الحيوان ما يحبهم. هذا دول ناس مجرمين. نعم. هذا يسمونه حزب القردة، حزب الأخوة. دول 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 حزب الشيطان. دول يدعون الإسلام. يعني حتى الله الله وكيلك حتى الله ما يحبهم. ما يتغمر غمهم دول ناس. نعم. يعني لا عندهم رحمة.
يعني يفكر بس بنفسه بس كان يفكر وصاح والله عجل الله يعني ذولا ماكو ملة الله وكيلك يعني تفرد دول ماكو مثل ذولا ذولا ماكو نقشوا الأرض زين ذولا ناس نفتين يعني أنقص من النقاسة ذولا يعني اليوم هاني اليوم هاني أفتر بالسوق بنات يعني بالزبالة عايشات هو بزيادة في لقطن عرفيت والمسؤول يمر من يمين زين يدير وجه تافخ روحه وبطنه زين زين التوعدين دار وجه ما قال ذني مثل يعني ذني بنات قطيه قواطي زين عاشات على القواطي خبز يابس زين المالك هم ياكل خبز يابس حمودي هم ياكل خبز يابس زوج زين حمودي الزواج ويا منك بالطياره تزوج شوف بس هاي الاموال شاره شاره بنت وشاره يعني ذولا ما يستحون من الله لك حتى الرسول ما يحبكم والله حتى الله ما يحبكم بس ان شاء الله والله اقسم بالله العظيم استاذ يا حبيبي ان شاء الله الله ينتقم ان شاء الله الله يزيحهم زيحه من التمام ذولا ماكو نفسين قذرين الشوارع وصخره ابوابات الشوارع زباله والزبان يعني انت ما تحس انت هذا مو بيتك انت مو وطني هذا يشتغل لمن هذا يشتغل لايران دولة ذيولة عم عملاء يعني شكراً ستر شكراً شكراً لك أبو علاء وأعتذر منك شكراً لك على الرغم من ظروف الصعبة اللي يعانيها طلبة العراق بظل انهيار واقع التعليم العراقي لكن الأخبار المبهجة والحلوة حول قصص النجاح لبعض الطلبة وتحقيقهم معدلات مرتفعة بعدها تعطينا أمل بمستقبل أفضل وراء إعلان نتائج المرحلة المنتهية لدراسة الإعدادية أو البكالوريا أو السادس الإعدادي. اتحدت خوات اثنين شقيقتان من نينوى كل ظروف القهر العوز الضغط الفقر الحرمان وغياب الانترنت غياب المدارس الخاصة بدون دروس خصوصية وبظل ظروف مادية صعبة هاي الحياة اللي هم كانوا عايشيها. تنتمي ذني الشقيقتين وهم كل من حنان ورواء حنان ورواء ينتمن إلى عائلة نازحة من قضاء سنجار استقروا بهيكل لمنزل تجاوز يعني بمنطقة الهرمات بمدينة الموصل ما فقدوا ذني الخوات الأمل حنان ورواء ورا ما تركن الدراسة مجبرتين أدوا امتحانات خارجية لكن المفرح أنه حنان حصلت على معدل 128 جزء من الدرجة وحصلت رواء على معدل 95.71 جزء من الدرجة خلونا نستمع إلى قصة نجاح وكفاح وعناء اللي يحجوها أهل حنان ورواء كنا أشوفها هي مثلا يعني ضوج أقول لها لا ضوجين يعني راح يجي يوم ونخلص ونطلع معدل يعني نعم ونطلع من هذا الوضع يعني انا كنت بدرسها هاي مكان دراستك اي والله يعني من ضيق المكان كنت احس بدوخه ومرات يعني من يصير صوت السدداني وافوت هناك جوا تمام انت بيا مدرسه داومتي اعداديه احنا خارجيات والله خارجيات طالبه حنان اللي طلعت معدل 128 كنا شن درستم بهاي الظروف وبين والله درسنا يعني حيل واجهنا صعوبات بدون مدرس وبدون حتى يوتيوب ما كان عندنا انترنت ننزل عند قرايبنا او جيراننا نحط المحاضرات نخزنهم ونجي ندرسهم بالبيت تمام ما كان يعني حتى كهرب مرات ما اكو نجيب الماي سطح ماي وننقع نفسنا يعني على مود الحر تمام والله يعني حجي سولفينا على وضعكم شلون عانيتوا والله عظيم حيشك الصفر منين انتم من مين احنا من منطقه سنجار من منطقه سنجار وجيت من الموصل الى الفلاطه وجينا هنا كم سنه احنا نازحين نعم وبناتي انا وبناتي شفنا الويل نعم هاي قصة حنان ورواء اللي جابن وحدة 95 وحدة 100 وشوية فتتخيل بظل حرمانهم هم هيج فتخيل المواطن العراقي البسيط شنو حبه للتعليم
هذا هو العراقي. لكن المشكلة بالنظام لما يطلع لك وزير تعليم عالي واللي هو أعلى من التربية ويقول لك إحنا ندين بالولاء إلى الولي الفقيه، فما بالك بالمدراء والمناهج شلون راح تصير، فما بالك بالانهيار اللي يصير. النظام التعليمي وراء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 صارت فيه تحولات كبيرة ذكرت جزء من أدها، ومستوياته صارت بها تجارب ما تقل مرارتها عن مفاصل حياة العراقيين الثانية، لدرجة أنه صار التعليم بالعراق ما معترف به عالميا أصلا. وراء 20 سنة على هاي اللحظة بعد التعليم بالبلاد يعاني من مشكلات هيكلية، نقص التمويل، نقص الموارد، نقص الطواقم التعليمية المؤهلة والمدربة، نقص البنية التحتية الملائمة والمباني المدرسية، واللي بعدها يبقي هذن التصنيفات أو النقوصات تبقي خارج تصنيف الرصانة العالمية وخارج مؤشرات الجودة العالمية لجودة التعليم. إعلان نتائج الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية بالعراق سبب أزمة وراء ظهور نسب نجاح متدنية بهواية من المدارس جراء انهيار التعليم بالبلاد بوقت طالب بأكاديمي وفتح تحقيق موسع بوزارة التربية لمعرفة الأسباب. بهالأثناء تساءل ناشط من ناحية العباسية بمحافظة النجف جدوى استمرار عمل هاي الإعدادية، إعدادية المربد المركزية للبنين واللي بلغت نسبة النجاح بها 11% فقط. خلونا نشوف. مدرسة المربد المركزية، هاي المدرسة اللي قبل تخرج أجيال وأجيال من دكاترة ومهندس ونسبة النجاح فاقت 90% أو 80% سابقا. لكن الآن السؤال إلى إدارة المدرسة وإلى المعنيين وإلى أهل الاختصاص وحق الرد مكفول، إلى إدارة مدرسة المربد، نسبة النجاح 11%، مدرسة المربد ليش؟ المشاركون يقول لك 172 طالب، الناجحون 20 فقط، والمعيدون 152، ليش؟ شنو الأسباب؟ إدارة مرموقة اللي أعرفها أنا حقيقة، لكن ليش نسبة النجاح 11% معقولة؟ شنو الأسباب؟ ما أقدر أجاوب أنا، ما أريد أن كل جواب أنا يطلع من عندي، رايدين الجواب يطلع من إدارة المدرسة الموقرة حصراً. شنو الأسباب؟ ليش هذا نسبة التراجع بمدرسة المربد اللي هي 11% نسبة النجاح؟ مو أنا الأقولة، التربية اللي قالتها، أعيدها، اللي أعرفه أنا إدارة موقرة داخل هاي المدرسة. والله شي يفطر القلب، والله شي يكسر القلب، والله حرامات. جيل وجيل وجيل خرجت هاي المدرسة ونسبة نجاح فاقت 90%، حاليا نسبة نجاح المربد 11%، معقولة؟ ما أدري والله. أنا أعترض على كلمة إدارة موقرة للمدرسة، لأنه لو إدارة موقرة أو رصينة ما تبقي الباب منخور أو مكسر، والمصيبة والطامة الكبرى العلم العراقي اللي مشقوق والأسود فوق والأحمر جوه، هاي طامة كبرى رمز البلد ماكو احترام إليه، فما بالك بالتعليم. الناس اللي شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من رحيم يقول عدة أسباب منها إهمال المدرسين للواجب الحكومي، يعتبر الحكومي وقت مجبور عليه لذلك ما يتابع الطلبة حيث يفكر بالتعليم الأهلي والدورات. دكتور علي رباعي، هذه هي النسبة العلمية الحقيقية في كل العراق، نسب النجاح العالية تكون في البلاد المستقرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. العراق الآن ليس أرضا خصبة للعلم، العراق يقوده الفاسدون والمفسدون، لا تنتظروا منه خيرا لأولادكم. عبد الله الجبوري، الأسباب كثيرة وكبيرة ولا يمكن تلافيها، وأولهم آليات العمل في وزارة التربية وقوانينها وضوابط العمل فيها، وكذلك المناهج وطرق تدريسها والمدارس الأهلية والبنى التحتية لمؤسسات الوزارة والكثير والكثير. أم رونق، عندما تكون قرارات وزارة التربية ركيكة وعلى مزاج طالب الغير حريص على مستقبله، هذه هي النتيجة. مشاهدينا الكرام، 6 سنوات على استعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وشمال العراق ب10 تموز 2017 وراء حرب شرسة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير شبه كامل لمركز المدينة اللي يعرف باسم الموصل القديمة، لكن المدينة ما طوت حتى اليوم صفحة جثث الضحايا. لحد الآن تشهد عمليات انتشال متكررة للجثث، من مطلع العام الجاري انتشلت فرق الدفاع المدني 50 جثة بالمدينة، ومن بينها 20 جثة انتشلت خلال شهر حزيران الماضي. هذا اللي راح تسمع أو تشوفوه بهذا الانفوغرافيك اللي عدى قسم التواصل الاجتماعي. Thank you.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، جمال حلبوسي اللي ما يعرفه هو اللي كشف قضية أم قصر، وهو خبير بالحدود والموارد المائية، استدعوا على القضاء بتهمة 226 إهانة الدوائر الحكومية، فصار هاشتاغ كلنا جمال حلبوسي، غردت الناس على أكس اللي كان تويتر سابقا. عمار النعيمي غرد أصبحت الخيانة عادية لدرجة أن الوطنية أصبحت ملفتة للنظر. سارة للأسف أصبح المدافع عن وطنه يحاكم والخائن والسارق يسرح ويمرح. وانتفاء حيدر يقول صدور مذكرة استقدام بحق اللواء المتقاعد جمال حلبوسي، وذلك لأنه ظهر في الإعلام ووضح كيف تم بيع خور عبد الله والدور اليوم على بيع أم قصر، وقال أم قصر عراقية متضامن معه وكلا لتكميم الأفواه، وها هو اللواء يدفع ثمن قوله الحق بينما هم يدفع لهم لبيع الأرض والعرض. ومصطفى سمير كل الميليشيات والسفلة والسراق ينتهكون القوانين يوميا، بس الفرق هم عندهم كارت أخضر من الرهبر يمشون بيه براحتهم وما حد يقول لهم على عينكم حاجب. هاي التغريدات واللي غيرها على كلنا جمال الحلبوسي كانت على منصة اكس تويتر سابقا. اعتذر كل من دز رسالة على واتساب وما اقدر اقراها، ابو محمد من نرويج وابو عراق وغيره، لكن لم يسعفني الوقت، نقراها بحلقات جاية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة باكر باذن الله، في امان الله.